رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية تقام فعاليات مهرجان البيرة الدولية السابع بدءا من اليوم وحتى السادس من الشهر الجاري، وتقام هذه الدورة تحت عنوان على هذه الأرض ما يستحق الحياة. يشارك في هذه الدورة من مهرجان البيرة الدولي عدد من الفنانين والفرق الفلسطينية لإحياء التراث الفلسطيني وتعزيز الهوية الوطنية. ونتحدث أكثر والتفاصيل عن هذا المهرجان مع تمارا حداد، وهي عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة شباب البيرة. أهلا وسهلا سيدتي الفاضلة وصباح الخير. أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين والمشاهدات الكرام. يسعد صباحك سيدة تمارا. يعني مهرجانات فنية وثقافية متنوعة تحتضنها فلسطين، يعني شو الجديد اللي بيقدمه مهرجان البيرة لدعم الهوية الوطنية والتراث؟ طبعا اليوم هو أولى فعاليات لمهرجان البيرة السابع، طبعا بتنظيم من مؤسسة شباب البيرة وبالشراكة مع بلدية البيرة وتحت رعاية وزارة الثقافة. اليوم هي أولى هذه الفعاليات بوجود دلال أبو آمنة، هذه الفنانة الفلسطينية، وأيضا يتزامن مع هذا الأمر العرس التراثي الفلسطيني الذي يثبت الهوية الوطنية الفلسطينية والموروث الثقافي. اليوم هي أولى الفعاليات الساعة 8:30 في استاد بلدية البيرة. الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو التركيز على الهوية التراثية اللي راح يتزامن مع الفن الفلكلوري والفن الشعبي. وغدا راح يكون الفقرة الثانية، وهي فقرة تم تخصيصها للأطفال، فقرة فوزية وموزي وأيضا ست فوزية. الهدف الأساسي طبعا من هذا الفقرة وهي إرساء النواحي الإيجابية والسلوكيات الإيجابية، بحيث سوف يكون هناك عدة نصائح من تيتا فوزية هذه الحجة التي تعد هذه النصائح للأطفال الفلسطينيين. اليوم الثالث سوف يكون للفنانين الفلسطينيين هيثم الشوملي وتامر نفار، طبعا الذي يتميز بهذا المهرجان سوف يكون هناك الخلط ما بين الفن الفلكلوري وأيضا الفن الحديث. طبعا مهرجان البيرة السابع هذه نسخته السابعة يتميز بترسيخ النواحي الإنسانية والثقافية والاجتماعية، وهي سمات مؤسسة شباب البيرة، هذه المؤسسة الوطنية التي تم إنشائها من عام 1933 وهي ما زالت حتى اليوم. التي تحتضن النواحي الرياضية والثقافية والاجتماعية والإنسانية والوطنية أيضا. نتحدث عن كثير هذا المهرجان هناك سيدة تمارا، يمكن نتحدث عن كل هذه التفاصيل خلال الوقت القادم بالتأكيد، لكن اللي يشد انتباهنا دائما أنه مثل هكذا مهرجانات ما تكون سهلة، بالأخص احنا نتحدث عن تراث بلد، عن هوية وطنية وكيف نرسخها لدى الشباب والأطفال وكل من يحضر هذا المهرجان، حتى لو كان عن طريق شاشات التلفاز كما نحن الآن نقدمه بهذه الصورة الجميلة من خلال شاشات الغد. سيدتي الفاضلة، شنو الصعوبات اللي واجهتكم؟ كيف حضرتوا لهذه الدورة؟ السنوات الماضية كيف كانت؟ ما أكثر المشكلات اللي دائما تواجهكم في المهرجان؟ دائما مهرجان البيرة الدولة هو يحتضن كل الفنانين العرب، يتم دعوة فنان عرب، ولكن هناك بعض التحديات، وذلك أنه قبل ما يأتي موعد المهرجان يكون هناك في إشكالية بتصريح، وهذا تحديات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك في هجمة لكل شيء وطني وكل شيء إيجابي للشعب الفلسطيني، وبالتالي إحنا الآن تم دعوة فلسطينيين، وذلك لعدة أسباب. أولا الفلسطيني هو موجود على هذه الأرض، لا يحتاج إلى تصريح ودعوة، وإذا أقمنا بدعوة الفنانين العرب وجاءوا من قبل تل أبيب سوف يكون هناك قبل التطبيع، وبالتالي هناك في إشكالية. فتم دعوة الفنانين الفلسطينيين لعدة أسباب. أولا أنه هذا الفلسطيني كمؤسسة فلسطينية يتم دعم الفنانين الفلسطينيين، بالعكس إحنا من واجبنا كمؤسسة وطنية فلسطينية بالاهتمام بالفنانين الفلسطينيين، وبالعكس من واجبنا أنه يخرج هذا الفنان الفلسطيني من الدور المحلي إلى الدور الإقليمي والدور الدولي. وبالتالي كفلسطينيين وكمؤسسة هناك عدة أهداف، وهي دعم كل الفنانين الفلسطينيين، وبالتالي
لهذا المهرجان. سوف يكون هناك فنانين فلسطينيين، وحتى هي الفرقة هي فرقة فلسطينية. راح يكون أيضا ثاني يوم مع تزامن مع فرقة فوزي موزة، راح يكون هناك دبكة من قبل المؤسسة شباب البيرة. هؤلاء الأطفال طبعا إحنا دائما بنشجع كمؤسسة كل المبادرات الوطنية وكل المبادرات الشبابية. مؤسسة شباب البيرة هي تهتم بفئة الشباب والكبار والأطفال والصغار، وهذا ما تصبو إليه هذه المؤسسة بدعم كل حيثيات ما يقدم هؤلاء الشباب كمؤسسة شباب البيرة. نعم سيدة تمارا، يعني احنا لو هنتكلم عن الافتتاح، يعني اليوم راح يكون مع الفنانة الجميلة قلبا وقالبا دلال أبو آمنة، يعني صوتها جميل ومعروف. هي راح تقدم مجموعة من الأغنيات التراثية، منها اللي هي اللي بتكون تراثية فلسطينية بتتكلم عن الهوية، وهذا ما تقدمه دلال أبو آمنة في الطبيعة. يعني اخبري كلمينا كيف راح تكون الليلة، خاصة أنه دلال أبو أمنة اليوم قبلها سبقتها منال موسى أو سناء موسى عفوا، عملوا على إحياء التراث الفلسطيني الشعب القديم. هل فقرة دلال أبو أمنة بتشكل في المهرجان محاولة لتعزيز الجهود؟ صحيح، يعني زي ما حكينا احنا تعزيز، يعني هدفنا الاساسي تعزيز الهويه الوطنيه والموروث الثقافي. راح يتميز هذه الليله، صحيح انه كل سنه احنا عم نحيي الاغاني التراثيه، ولكن اليوم ما يتميز ان هناك يتزامن عرس تراثي، والعرس التراثي هو ما تقوم به الجدات والستات، لأن هذه الفئة فئة الجدات علينا الاهتمام بها كمؤسسة، ليست فقط مبادرات الشبابية وإنما أيضا فئة المسنات اللي إحنا بحاجة إلى دعمهن وإسنادهن في هذه الفقرة. هذه الفقرة عرس الجدات وعرس الأجداد والعرس التراثي مع الأغاني الفلكلورية التي تقدمها دلال أبو آمنة، هذا ما يتميز به، وهو الحفاظ على هذه الهوية الوطنية. بالرغم أن الشعب الفلسطيني وأيضا وبالتحديد المجتمع البيراوي هو يسعى قدما ودائما على الحفاظ، هو ما زال حتى اليوم يحافظ على هذه العادات والتقاليد، ولكن ضمن هذا سياق هذا الحفلة اليوم وهذه الفعالية، هذا سوف يؤسس إلى تعزيز هذا التراث، الحفاظ على هذا التراث، لأن هناك يتم سرقة هذا التراث ونسب الرواية التراثية للناحية الإسرائيلية أو لإسرائيل، وبالتالي هذه التراث الفلسطيني هو جذوره متأصلة للشعب الفلسطيني وعاداته وتقاليده ضمن السجل التاريخي الزي الفلسطيني، الحكاية الشعبية والأناشيد الفلسطينية. وبالتالي كمؤسسة اليوم احنا نحن نعزز هذه الأغاني التراثية ضمن سياق فعالية من فعاليات مهرجان البيرة السابق، وبالتالي نحن ندعو من منبركم كل الجمهور. نعم، يعني لو هنتكلم عن التراث، كنت تكلمت حضرتك هلا عن التراث، هل في جانب من الانشطه او الفعاليات الموجوده بالمهرجان تتعلق بالملابس؟ سيدة تمارا، بشكل عام هناك عدة أمور. نعم، هناك عدة فعاليات وأنشطة تقوم بها مؤسسة شباب البيرة، لا تقتصر فقط على هذا المهرجان، وإنما هي تتسابق وتستمر ومتواصلة، ليست فقط اليوم أو خلال 3 أيام، وإنما هي مستمرة على مدار السنة، وهذا يعزز الأمر الحفاظ على هذه الهوية. رح يكون في عنا عدة أنشطة، وهي القيام المعارض التراثية، وأيضا بالشراكة مع المؤسسات المجتمع المدني والجمعيات. هناك في شراكة مستقبلا رح تكون مع جمعية الزي من أجل إحياء الزي الفلسطيني ب25/7، أيضا رح يكون في عنا معرض ضمن سياق بلدية البيرة ب15 الشهر، معرض التراث الفلسطيني. وبالتالي المؤسسة هي علاقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجمعيات وأيضا المواطنين والمشاركين، هناك دعم قوي وجدا من المواطنين، نشكرهم من هذا المنبر. هذا بيعبر انه احنا ما زلنا نحافظ على الواجب الاخلاقي والديني والانساني اللي بيعزز انه احنا كيف احنا نحافظ على هويتنا من السرقه من التهويد. هذا الامر ايجابي جدا لاي مؤسسه، لاي مواطن فلسطيني، وحتى المواطن العربي عليه ان يحافظ على التراث، بالتحديد في منطقه القدس الشريف اللي هي تعتبر القدس هي المدينه المقدسه لكل الاديان وايضا لكل العرب، وبالتالي الحفاظ على
التراث هو مسؤولية الجميع، مسؤولية الفلسطينيين، مسؤولية العرب، أكيد. مسؤولية أيضا كل الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية التي تحافظ على هذه الهوية التراثية والهوية الإنسانية. أكيد. الفعاليات يمكن حضرتك اللي ذكرتيها أغلبها فنية، طبعا بالنسبة للمهرجان، فهل راح تكون فنية تراثية فقط ولا ممكن هناك فعاليات راح تكون متنوعة مختلفة، بالأخص يمكن أنه نشاطات أو فعاليات المهرجان موجهة لكافة الأعمار، لكافة الجمهور، لمختلف طبقات المجتمع، فكيف راح تكون الفعاليات؟ صحيح، طبعا مؤسسة شباب البيرة هي مؤسسة لكل الفئات، وبالتالي سوف يكون هناك فعاليات تشمل لكل الفئات. دلالة على أبو أني رح تكون هي فئات الكبار وأيضا الصغار، إحنا نعزز لهؤلاء الأطفال كيف إحياء هذا التراث الشعبي الفلسطيني. رح يكون ثاني يوم فقرة للأطفال، ثالث يوم رح تكون فقرة هي تختص للشباب، الشباب اليوم يحبوا الراب، الراب اللي هو الحديث ما بين الفن، ولكن سوف يشمل انه هيثم الشامل وتامر نفار راح يشمل الفلكلور والراب الفلسطيني، يعني بصيغه فلسطينيه واطار فلسطيني، ولكن هو يختلط ما بين الحديث وايضا الشعبي والتراث، وهذا ما تميز به مهرجان البيري السابع على اساس احياء هذا الراب الحديث بصيغه فلكلوريه وصيغه فنيه وشعبيه، حتى انه يلقى هناك الشباب كثير، هناك اقبال من الشباب لهذا الموضوع، لانه الفئه الشباب بتحب الراب، الراب الغربي، وبالتالي ولكن احنا كفلسطينيين حولنا هذا طبيعه هذا الراب براب صيغه فلسطينيه حتى تقبل الجمهور الفلسطيني والنمط الفلسطيني المحافظ الذي ما زال الشعب الفلسطيني يحافظ على هذه السمه الفلسطينيه والسمه الشعبيه اللي بحاول دائما في كل الفعاليات والأنشطة إنه كيف نأسس لتراث حقيقي، تراث إنه نحمي هذا التراث من كافة حيثيات السرقة وأيضا الصبغات التي تصبغ، وهناك التي تغطي على إنه هذا الأجندة هي ليس فلسطينية، بالعكس هناك مؤسسات ما زالت تحافظ على الوطنية والفلسطينية ضمن الفعاليات، ضمن الأنشطة، ضمن التعاون والاندماج المجتمعي والمعايير المجتمعية ما بين المؤسسات والبلديات وأيضا الجمعيات الموجودة في مدينة البيرة وأيضا المحافظات خارج الوطن. إحنا دائما نأمل، ياريت أنه كل الجمهور اللي بيقدر يزور فلسطين، بالعكس إحنا بنقولهم أهلا وسهلا، الجمهور العربي إذا كان إجا إذا كان متواجد ضمن الضفة الغربية والقدس وأيضا قطاع غزة، هذا بيعزز حقية الوجود الفلسطيني والوجود الإنساني والجذور الفلسطينية على هذه الأرض. إحنا بنأمل اللي بيستطيع من العرب اللي يدخل أراضي الضفة الغربية إنه يتواجد معنا في هذا المهرجان، هذا ندعو من هذا المنبر العربي راح يكون الافتتاح سيدة تمارا والوطني ضمن ساعة كم راح يكون الافتتاح لو سمحتي؟ الافتتاح ان شاء الله الافتتاح راح يكون الساعة 8:30 في استاد بلدية البيرة، في طبعا اليوم هي اولى هذا المهرجان، غدا سوف يكون الساعة 7 مساء، وايضا يوم السبت راح يكون الساعة 8:30 مساء برضه في استاد بلدية البيرة. هذا الاستاد اللي بيحضن كل الفعاليات الرياضية والثقافية. سيدة تمرة، يعني هذا المهرجان في البيرة، هل في هناك حلقة وصل ما بين البيرة وبين قطاع غزة ولا بس البيرة؟ الآن يعني هناك حلقة وصل، مؤسسة شباب البيرة أو مدينة البيرة في هناك ترابط نفسي ما بين قطاع غزة وأيضا محافظات الوطن، وهناك ترابط وجودي أيضا، ولكن هناك الإشكالية لعدم استطاعة أهل غزة الدخول إلى قطاع الضفة الغربية، لعدم وجود التصريح، وهذا التحدي والمعوق ليس من الجانب الفلسطيني وإنما من الجانب الإسرائيلي. نأمل مستقبلا أن يكون هناك مصالحة حقيقية بين الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يستطيع هؤلاء قطاع غزة، لأنه من حق الشعب الموجود في قطاع غزة أن يستمتع في هذا المهرجان كحقيا تفريغ نفسي، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يبتسم أن يفرح. إحنا بنعتبر فعلا على هذه الأرض ما يستحق المهرجان الحياة. هو جزء صحيح
سيدة نعتبر احنا هذا تمارا. المهرجان جزء من النضال الشعبي وجزء من المقاومة الشعبية، واحنا يعني نشكر تواجدك معنا ونتمنى لكم التوفيق. سيدة تمارا حداد، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة شباب البيرة، تحدثنا معك عن الدورة السابعة لمهرجان بيرة الدولي. شكرا جزيلا لك.